حياتي مرقوا علي كتار، لا ملكوا أوقاتي ولا خلوني غار، فلوا هني فلوا آخر همي الكل، تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. شيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكر عاشق أول صار. بسرعة تصيري غيرك غير الناس، فلوا هني فلوا آخر هم الكل، تبقي وحدك انتي بعمري غير الكل. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكرهاش أول صار. تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكرهاش أول صار. عن جد انا عم فتش على ناس فكرتهم بهي الاوضه، يعني بتلخبط بالرقم معلش. سلامتك. الف سلامه، يطول عمرك ويخليك. الف سلامه، خلي لنا اياك. ليك بتعرف شو؟ ما بدي حدا يعرف اني بالمستشفى. ما قال الخلق لا العجقة ولا الزيارات. خلص خلينا هيك أحسن. عارف، ما بدي. عفوا 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 عفوا، ما توخزوني. هيئتي مغلبط بالأوضة، ما توخزوني يا جماعة، بعتذر منكم. ولو يا أستاذ، وين مفكر حالك؟ شو هيك الدنيا سايبة؟ عفوا، عم بقول لك عفوا، اعتذرنا منك، خلص مغلبط بالاوضة، عفوا ممنونك. لك شو يعني اعتذرنا؟ بلكي مرتي شالحة، بلكي عم نعمل شيء. لك انت كمان شو بدك تعمل هون بالمستشفى قاعد بأوضة؟ بدك تعمل شو؟ بدك تعمل والله؟ وشو خصك انت؟ شو رأيك تحاسبني؟ خلص قلنا لك عفوا، ما تواخذنا، زرعة بقدان، خلصنا. لك شو هالعالم البلا اخلاق هيدي؟ لمين عم تقول بلا اخلاق؟ ولي Shhh.
كأمي أمي شوفي لي نتيجة هالفحص إذا طلعت. أمي بعد ما مرق ساعة شو بكي؟ عم يطبق قلبي ضيق خلقي. طيب رح أقوم أسألهم. أمي هلا رح يردوني يقولوا لي رجعي بعد ساعة. عمول معروف بليز أول ما تطلع النتائج دغري قلي لأنه ماما زهقت كثير بقى تمشي. أوكي؟ عم تنفرج معي يا ميلا، عم تنفرج. إذا بتشوفي كيف كان عم يطلع فيي أنا ونايمة، بتقولي كأنه عنده ياني بالدنيا كلها. إف؟ سوسية بركي كنت عم تحلمي. لا لا ما كنت عم بحلم. بدي أقول لك شيء كمان. شو؟ قبل ما فتح عيوني كان عم يلعب لي بشعراتي. سوسو؟ أكيد حبيبي إنه ما كنت عم تحلمي؟ ميلا شو قصتك؟ طب خلص ماشي حبيبي مثل ما بدك. ان شاء الله عن جد الحكي اللي عم تقوليه يكون حقيقه. اكيد حقيقه. بدي بلش يعرف قيمتي، بلش يحبني، تبقى خبريه لرنا. رنا؟ مين رنا؟ صاحبته او اللي كانت صاحبته. شو خاصني برنا انا يعني؟ شو وصلني لها؟ ان شاء الله فكرك ما بعرف انك عم تشوفيها. يي؟ وين بدي اشوفها يعني؟ ما بعرف صراحة، ما عندي دليل بس أنا هيك حاسة. إيه إحساسك غلط. لا أنه غلط، مش عن عبس تفتحي لي موضوعها وبتجربي تصلحيني أنا وياها. أنا عارفة شو عم بقول. لا مش عارفة شيء. بلا عارفة، وإن شاء الله فكرك بكون زعلانة. بالعكس هيك بكون عندي طريقة أوصل لها إنه هي كانت غلطانة بوقفتها ضدي، وانه انا كان معي حق. ايه بس انا ما عم بحكيها لحتى اوصل لها شيء. بلا ميلا بتحكيها، ما بقى تكذبي علي. تبقي قولي لها انه زبطت معي انا والحب اجى من المعامله، مش مثل ما كانت هي تقول. سوسو ما بقى تتشبصي برايك، لان لا عم شوفها ولا عم بحكيها. ميلا انت اقرب شخص لإلي هالفتره، ما بقى تكذبي علي اذا عن جد بتحبيني. اكيد بحبك. ولو عندك شك من بعد كل شيء؟ فإذا؟ معك حق. كنت عم شوفها. تلاقينا كذا مرة وصرنا أصحاب. اوكي. إنه مانك زعلانة؟ قلت لك ما رح أزعل. بالعكس. على القليلة هيك تأكدت إنه هي بتحبني، وبعدها بتطمن عني وبتسأل عن أخباري. عن جد بتحبك كثير. كتير عبالي أنكم تتصالحوا، بشرفك سوسو صالحية. أكيد رح صالحها، بس مش هلا. لما يعترف لي جودي إنه بحبني. هيك بصالحها، بحط على عينها كمان. اجيب مية، عايزة حاجة؟ ما من شوية جبت مية. ما خلصتش؟ لا لسه. طيب هجيب حاجة اكلها. حلو تعالى معايا. بالاذن سهرة، بالاذن. طوني انت فيك تروح على محلك، هي انا صرت منيحة ما بني شيء. سهر انت ارتاح وما تعتل همي، كلنا على حسابك. الله يديمك. حبيبي يا خيي يا حبيبي. طول عمرك يا اختي. تعال. تعرف لي حاجة؟ قدرت أعرف لك حاجة؟ هات الحلوينات. لك عرفت لك بأي طابق، مش بس بأي طابق، بأي أوضة. ليه هي عيانة؟ لك لا مش هي، ليه قلبك بيقشط دغري أنت هيك؟ فهمت من المرضى إنه أمها هون عم تعمل شوية فحوصات. بس إن شاء الله مش حاجة خطر، نايمت عليها جدا بموتها.
شو شكلك صاير تهتم وعتلان ولا لام؟ قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ قصدي انت كل عمرك كل عمرك لما بتترك وحده بتنساها ما بتعود تفكر فيها لك لدرجه حتى اذا بتلاقيها ملقحه بالارض ما بتطلع فيها. بتفكر واخد عني انا؟ ايه طبعا. هلا شو بدك تعمل لي فيها؟ حبك نار انت كمان وحنيه؟ انت كل عمرك هيك بس معطينا الظاهر غير شيء. يا معطينا غير. انا زعلان ان احنا سيبنا بعض. ايه ترى انا بجد بحبها. بتحبها؟ بحبها. وليش تركنا ما زال بتحبها؟ لو عرفت اللي هي عملته مش هتسالني السؤال ده. ليش شو عملت هي؟ خبرني شو ناطر طيب؟ خبرك؟ ايه خبرني. خبرك؟ لك ايه خبرني. في المستشفى هنا اقول لك المواضيع كلها هنا. لك ايه شو فيها؟ شو بالمستشفى ممنوع الحكي وقعد يحكي فيه؟ بعدين شو بياكلك العو يعني؟ ما مستشفى كله حكي. لحظة لحظة ليك ننزل على الكافيتيريا نشرب شيء تخبرني على رواق. اوكي روح روح الله باليني فيك. ماني قادرة اتحمل اني ما بقى قادرة اتحمل. عم يستخشمني عينك بنت عينك. رح تخلصي من كل هيدا العذاب اولغا. انا كيف بدي انام الليله بالبيت؟ لا 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 انا ما فيني انام بالبيت. انا الليله باقي عندك هون بدي انام. يا اولغا ليه عم تنزعي كل شيء؟ اذا نمتي عندي وما طلعتي على البيت معقول كثير جوزك يشك فيكي بكره. اني مش عم بقدر اتحمل بقى مش عم بقدر. يا حبيبي يا اولغا فكري مزبوط. قديه صار لك ساكتي ومتحمله؟ انطري بعد نهار واحد. نهار واحد بس. نهار واحد منه هين ابدا. سكر المحل كرمال سهره بس كرمالي انا استكتر يسكر المحل ساعه واحده. مش بس عم بخونني اني هو مش معتبرني ولا معبرني كاني انا اجر كرسي بالبيت. اليوم انت اجر كرسي بكره انت الكرسي. شو هيدا؟ يعني انت بكره وقت تصيري فوق يعني رح يصير كل شيء باسمك. انا هلا انت عم تخترعي امثال يعني انه شفتيها كثير مناسبه القصه. اولغا خلص انه اكيد فهمت علي. انا فاهمه عليك يا اني بس انت فاهمه علي. انا واصله معي لفوق واصله معي لهون. انا ماشي بالنسبه لتوني هو بس عم يتسلى فيه وعم يلعب فيه انا ما بعني له شيء. اولغا بدي اياك تعملي مثل ما انا عم اقول لك. بدي اياك تضلك رايقه ومكبره عقلك بس بكره تحصلي على الورقه اعملي شو ما بدك فيه. معك حق. لازم ما اتهور لازم روق. ميرسي اني عن جد مش عارفه كيف بدي اتشكرك. انت الصديقه الوحيده يلي وقفه حدي وبتدعمني على طول وبتنصحني. انا بلاكي ما بعرف شو كان صار فيي. شو في وسام؟ شو في بتضلك تدق تدق ليه؟ ما بتفهم يعني انه الواحد اذا ما بيرد عليك بيكون مشغول؟ لانه انت اللي لازم تفهمي انه ضروري انت ترد علي. شو في ردت؟ تفضل. بدي اشوفك وجه وجه نحكي. والله سوري حبيبي مش مثاقبه اليوم. امي بالمستشفى بركي بكره بشوفك. لا تينا ما حذرتي ما رح انطر لبكره. انا عرفت كل شيء. شو كل شيء يعني؟ والله عرفت انك كذبتي علي. عرفت انه القصه بينك وبين بودي قصه مزبوطه ومرتبه. برافو بهنيك. ايه بس ما تعتلي هامي يعني انا ما راح اذيك ولا راح اعمل شيء يضرك. حبيبي انت يا ويسو حبيبي عن جد انا مش عارفه كيف بدي اشكرك. ان شاء الله برد لك اياها بالفرح. بس بشرط واحد، زبونتي ما بقى بدها بودي ولا بدها بقى تحكي معه. بدها بس انه نجيب لها العنوان. بقى اعطينا هالعنوان وكفي انت وياه حياتكم عادي ما حدا حيقرب صوبكم. بتروح بتقلها لزبونتك تروح تفتش على عنوانه لحالها. ليكي تينا يا اما بتقبلي بالشرط وبتجيب العنوان يا اما انا رح افضحك قدام بودي وخبره كل شيء. تو ليت خبرته. خبرتيه؟ شو؟ خبرتيه؟ تينا بك شيء؟ ايه حبيبي خبرته واصلا هلا لا بقى فيني اجيب لك عناوين ولا شيء. اصلا بالاساس لو كان معي العنوان ما كنت رح اعطيك اياه. تينا الزبونه ما رح تدفع. الزبونه بدها العنوان. ايه عمرها ما تدفع. شو عامل فيك هيدا؟ شو عامل فيك يا تينا؟ شو عامل فيك؟ لي قولك ما قبل يقعدوا معنا. ما بعرف روح اسأليهم. لا لا دخيلك قوم انفل. شو هالخبية؟ زين لك تينا
لك تينا يطلع منها كل هالشغل؟ والله ما عم صدق. ولا أنا بصدق، بس هي اعترفت لي بعد مثل سنة. يعني العلاقة مبنية غلط، مبنية على كذب. ومن ناحية الكذب يعني أنت مبدع. قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ أنت زعلان منها لأنه كذبت عليك؟ ليش أنت كنت صادق معها؟ ليه؟ أنا الجاسوس ولا هي؟ يا خيي لا، هي هي الجاسوس، بس أنت مجوز ومش قايل لها كمان. لا بس أنا مش معترف بالجوازة دي، جوازة كذب. بتعترف فيه ما بتعترف فيه، أنت حر. بس بالسجلات الرسمية وبالدوائر وبسجل النفوس أنت مجوز، لك مجوز. أنا مش فاهم، أنت معايا ولا معايا؟ لك يا خال أنا معك، أكيد معك، بس أنا عم حاول أذكرك بالموضوع اللي أنت حضرتك بتضلك ناسيه. وليه بتفكرني بيه دلوقتي يعني؟ لأنه أنت لو بتحبها للبنت عن جد ما كنت بتعاملها بهالقساوي من ورا كذبة، شئنا أم أبينا كمان أنت كذاب. شو نسيت؟ حل عني، أنا طالع فوق. عود 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 هون. ليك أنت فكرت شي مرة إنه لو هي اكتشفت إنك أنت مكذب عليها شو رح يكون موقفها تجاهك؟ فكرت إنه رح تسامحك أو ما رح تسامحك؟ بس أنا مش هفضل متجوز سوسو طول حياتي. جاوبني على السؤال بودي، لو هي عرفت إنك أنت مجوز أو لو حضرتك أنت عملت شهم وخبرتها، تتوقع كانت رح تسامحك أو مش رح تسامحك؟ ما في جواب. في جواب؟ هيك سكتت بلعت لسانك. خاط اللي بيته من إزاز ما بيراشق الناس بالحجارة، سامعوا هذا المثل؟ شو؟ باين عنا اليوم؟ أنا بقيت وراك وعندك تسجيل أو شيء؟ لا هي ولا هي، جاي اتسلى. تتسلى؟ بطلب لك أرجيلي؟ لا ولا عمورة، هذا ما كان شغل، وقلت فاضي، بدي ضيع وقت ما عندي شيء. وما عم بزعج حدا، مش هيك ريما؟ إيه أكيد. رغليك أنا عندي موعد مع بودي اليوم، ما هيك؟ إيه بس اتصل من شوي وقال لي إنه مش قادر يجي اليوم، بيو بالمستشفى وما قادر يتركه وحده. شوفي بأي مستشفى وبعتي له ورد على اسمي. حاضر. أو كمان صار بده يجيب له ورد؟ والله عطي أهمية كتير ومغنى جوعة أكتر وعلى السوق. إيه بودي كيفك؟ بده يسألك الأستاذ أنتو بأي مستشفى؟ بديك نقوم نشوف إذا طلعوا فحوصات أمك؟ لا ما هلا سألتهم من شوي، قالوا لي بعد بدهم ساعة. إيه بلكي طلعوا هلا. لا ما أنا سألتهم قالوا لي إنه هن بيقولوا لي إذا بدهم إني روح يعني. إيه بركي انعجقوا أو نسيوا، عرفتي؟ قوم نسأل هيك منشوف إذا طلعوا. إيه تينا بركي نسيوا أمي، قومي خلينا نخلص على بكير بقى. يلا إيه. وكبتي شو في؟ طلعي ما قلت لك سالني هالمره وقالت لي بعد ساعه بيطلعوا الفحوصات. ما كنت تفهمي علي، ما خليت حركه ما عملت لك اياها، بدي احكيكي. شو في؟ حذري مين اجى اليوم على الجامعه. مين؟ وسام، وجاني نجنون وطالع من تيابه قال انت مخبصه. بس انا ما قلت له انت وين. حلفي. ايه بعرف ما دقلي. ايه بعرف انه دقلك وما رديتي، كرمال هيك اجى على الجامعه. لا حبيبتي رجعت رديت. رديتي؟ ايه ولا معصب؟ ولا شيء، عادي كتير سامبل يعني، الموضوع كتير بسيط، بس عرف انه انا وبودي قصتنا قلبت جد. بس لا عم تمزحي معي؟ لا حبيبتي مش عم بمزح معك. تينا شوفي شو بدك تعملي، لانه وسام هذا واحد منه هين ويمكن يفتحك مع بودي. يفتحني؟ شو بده يفضحني حبيبتي؟ ما اصلا انا خبرت بودي كل شيء. خبرتي بودي عن جد؟ ما قلت لك انه انا امبارح رح اشوفه وخبره كل شيء؟ ايه قلتي لي، بس انا قلت انه رح تعجليها مثل كل مره. هلا بيني وبينك يعني اكيد كنت زمطت منها وهربت وغيرت رايي، بس خلص انحطيت هيك تحت الامر الواقع. الامر الواقع؟ كيف يعني؟ لك خلص كيف يعني؟ وشو قال لك وشو قلتي له وشو صار؟ خلص اسئله. خليني اشوف امي شو بدها هلا، وبنزل امريكا على الكافيه وفي حديث مطول انا وياكي. مطول؟ تفضلي. شو بيجي مسقعه؟ اكيد. Thank you.
على القليل البنت خبرتك. بس لو ما كانتش عارفه قصه طبيب ما كانتش قالت لي. إيه لا ما فيك تقول هيك خال. اصلا هي لو بتكذب عليك كانت اخترعت لك ألف حجه وحجه لتقول لك كيف عرفت بيت عبير. على اساس ان انا ولد صغير هصدق اي حاجه هي هتقولها لي؟ لا مش قصه ولد صغير خالو، بس ما انت بلسانك قلت لي شو توقعت تسمع اجوبه. يعني هي لو جاوبتك واحد من هول الاجوبه كنت انت صدقتها لانه كلها منطقيه. خالو مش فاهمك، معقول انت شايف الموضوع ده طبيعي؟ يا خيي منه طبيعي يا خال، بس برجع بقول لك انه انت كمان مكفي وموفي منك مقصير. يعني بتفتح لي الموضوع ده؟ بتحاول تقنعني بايه؟ على اساس ان انت كنت مبسوط ان احنا سيبنا بعض وبتجلل ان انت عارف. مظبوط خيي، ايه جلت مظبوط، لانه كنت مفكرها انه مثلها مثل غيرها وطلع انه ما معي حق. منيح هيك؟ خال انت عن جد بتحبها للبنت وبصدق، لانه انت هذه اول مره بتترك بنت وبتضلك مهتم. بحبها وبعترف ان انا بحبها، بس اللي عملته معايا مش حلو ابدا. لك يا خال هي مش مختلفين على، بس خليني اقول لك. لا ما تقوليش حاجه. لا ما لا بدي اقول لك خالو، لك الحب ما بيجي بالهين. الحب انت صار لك عمر عم تفتش عليه، اذا هذه هي البنت اللي انت بتحبها ما تضيعها من ايدك. خلي للصلحه مطرح، لك خلي فرصه لحتى اللي ترجع لعندها. الحكي هين يا خال. لا حبيبي الحكي منه هين، هاي خدني انا مثل قدامك حي. هاي اولغا رغم كل شيء بتعمله فيي ما بطلع عنا. ليش اولاك؟ انك جبان؟ لا مش لاني جبان، لاني بحبها. رغم اغلاطها ورغم سيئاتها ورغم تسلطها ورغم شكوكها فيي ما بطلع عنا. بحبها بحبها وبقدرها وبداريها. ما تكملش الامور يا خيال، انت بتخاف رعب موت من اولغا مش بتداريها. بودي خليك قاعد ما تطلع دغري، فاتت تينا على الكافيتيريا. لا قلت لك طبيعي طول بالك. بودي خلصيني اني هاتي هالمصاري بقى. بدك الألف كلها؟ ايه اني قد ايه صرنا حكيين، صرنا دهر، وانت عرفت قد ايه بتكلف. بعدين انت ليه عم تسألي؟ ما انك اخذتيهم من اولغا. بعرف انه اخذتهم منها، بس انه انا فكرت هودي لالي ولالك وكرمال السفرة، وعلى اساس انت رح تعملها. ما حبيبي انا رجعت فكرت فيها، قلت انه شغلي ما بفهم فيها، فقلت انا احسن مفوت بالحيط، خليني اجيب واحد يساعدني فيها. ايه ونحن شو جايينا من الموضوع؟ بكره بتسجل الشقه باسمه وانا شو بيطلع لي؟ يا حبيبي كيف شو بيطلع لك؟ قلت لك جبت واحد يشتغلها معي، سوا سوا. يعني نص بنص، 500 انا و500 هو. ايه وليه بدك الألف كلها؟ ما تاخذيني ضيعت، انا بدي 500 بس. كانوا 1000 صاروا 500. علي حبيبي ما تزعلي، بكره الا ما تلاقي لك الشغله طالع محلها ال 500، بس هيك انا بكون بامان. انا ماني زعلانه بس ما بحس رح اسحب بقى منا شيء، ما بكره بتاخذ الشقه وما رح لاقي شيء ثاني. ما بتعرفي مين قال لك؟ لك هي انسانه مريضه، مشاكلها لك ما بيخلص وما بينعد، مش شايفتيها؟ خلص خلص ما رح زعل حالي. بلا اليونان، تركيا منيحه. شو بها تركيا منيحه؟ وبتجنن تركيا وبتاخد العقل، بكره بتشوفي. اكيد عندهم حدا هون بالمستشفى لانه هيدا القاعد هون خاله. طب معقول شو هالصدفه؟ حتى ربنا السلام على اسمه ما بده اياكم تتركوا، مش انه طول باله، خليك تتلاقي فيه تاني يوم. مش مزبوط، لو بده ايانا انه ما نترك ما كان هيك، يا كان عطاني الوحي انه اني ما كذب واني خبر الحقيقه. لا انا ما بحس هيك، انه هلا بس يروق ويفكر شوي انا بقول بيرجع بصالحك، انه بالنهايه انت ما اذيتيه انه خبرتي الحقيقه. ايه بس انا ما خبرته الحقيقه، يعني
يعني هو مثل كأنه عطاني مجال أحكي، بس أنا ما حكيت، ما بعرف ليش خليتك خليتهم بقلبي، كان لازم أخبي، كان لازم أقول كل شيء. مرحبا. هاي، كيفك؟ كيفك انت؟ مرحبا. هاي تينا معك؟ ايه بلا، خالو لبودي. صح، عفاكي والله، برافو، تشرفنا. مزبوط، اهلا اهلا، مع انك شفتيني مره واحده ذاكرتي قويه. لا مرتين. برافو، مزبوط، ايه مرتين. اسمحوا لي اقعد معكم. اكيد، تفضلي، اهلا وسهلا. كيفكم؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله منيح. بودي كثير كثير خبرني عنك، كرمال هيك انا حاسه اني بعرفك. الله يخليك يا رب، وأنا نفس الشيء كمان والله. حضرتها مين بتكون؟ أختك ولا رفيقتك؟ رفيقتي، بس مثل أختي وأعز. يعني فيني أحكي قدامها؟ إيه أكيد. عن شو بدك تحكي؟ لا والله زهقانة، ناطرة نتيجة هالفحص تقوم فل وارتاح. طب خليني اخذ لك حرارتك. سلامة قلبك. الله يسلمك. شو طلعت النتيجة؟ ايه طلعت. وين بنتك؟ كانت كل شوي عم تسألني عنها. والله نزلت شوي على الكافيتيريا. بدي عزبك، جيبي لي هالجزئين من الخزانة تتصل فيها ونفل دغري بفرد مرة. لا مدى، ما فيك تفل اليوم. ليه؟ نتيجة الفحص مانا كتير منيحة. بودي مالك يا حبيبي، زهقان؟ لا. يا خالو، انت لسه في الكافيتيريا ولا رحت المحل؟ لا لا، بعدني هون، وين بدي روح؟ معقولة روح بدون ما قلكم باي؟ انت لسه قاعد بتعمل ايه في الكافيتيريا كل ده؟ لك عم كفي قهوتي، شو بقى؟ فنجاني مليان بعده. اوكي. يلا يلا شوي وطالع. هيدا بودي ما هيك؟ ايه بودي، ما في يقعد بلاي. ان شاء الله هيك تضلكم مجموعين سوا. تسلمي، الله يخليكي، وان شاء الله انتم كمان بترجعوا بتنجمعوا. صعبه شوي. لا منا صعبه ولا شيء، اعطيه شويه وقت، خليه يعمل روداج للفكره وبترجعوا بتقلحوا شوي. ضحكتني عن جد، تشيل الهم عن القلب، حقه بودي ضل عندك. تسلمي حبيبتي، الله يخليكي، وانا صرت حبك من اكثر واكثر واكثر عن جد والله، ورح ضلني وراه لبودي لحتى لي صالحك عن جد. جي بعده مسكره، بعده لهلا مسكره. الو اني لحقيني، اني بعده مسكر المحل. أخته أهم مني، وبودي أهم مني، ولكل العالم أهم مني. شو رجع أختك لهونيك أولغا؟ تتعصبي وتتهوري؟ ما قلتلك تضلك رايقة، طب ما يشك فيكي بعدين؟ لك الله يساعدني عليكي، تعي لعندي، تعي ناطرتك، فيت أعملك قهوة. يلا باي. والله الله يساعدني. ليه عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ أمي فهميني، ليه عم تبكي؟ إيه لأخرك؟ شو قال لأخرك؟ ما تأخرت، عادي.
عرفتني طبعا، بدها تعرفني شو لك، ما شايفتني مرتين. سلمت عليك. لك ايه سلمت علي. ليه مستغرب؟ البنت مهذبة كثير وانا كمان مهذب، سلمت عليها، سلمنا على بعضنا وكذا وهيك. بس الله وكيلك انا ما خبرتها، يعني عملت حالي ما معي خبر بكل القصه. بس سالتها قلت لها شو عم تعملي هون؟ يا ولد لك ايه؟ مثل ما خبرتك من شوي جاي مع امها عم تعمل لها شويه فحوصات. طيب خير، يعني ما فيش حاجه خطره؟ لا 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 الحمد لله ما في شيء خطير. الحمد لله. بس وينك بودي؟ البنت بتحبك كثير. انت ايش عرفك؟ اوعك تقولي انك قعدت تاخد وتدي معاها. لك لا يا خالي، لا اخذت ولا اديت معاها. انت كمان هو هالسلام اللي سلمته عليها. بس انا حسيت هذا الشيء من عيونها خال. يا لطيف انت وفيلل كيف كانت عم تطلع فيك، عم تشيلك وتحطك من فوق لتحت، ومقهوره بتقول نار وطالعه من قلبها. يا حرام مسكينه، اكثر اكثر من نار. صاير منجم انت دلوقتي. على كل حال خليها تنقهر، اللي عملته معايا مش قليل، جرحت لي قلبي. يا خال وحيات وودي وطوني صدقني انا ما بحكيك شيء غلط. هالجرح اللي بقلبك وقلبها صار لازم يطيب يا خالو. البنت بتحبك صدقني، بتحبك وبتموت فيك. ما تقسى عليها يا خالي، حرام مسكينة. اعطيها فرصة تانية الله يرضى عليها. هلك ومستهلك استاذ طوني، لوين بعدك لهالساعة؟ بالمستشفى حياتي. آه بالمستشفى؟ يعني أنت كل نهار بالمستشفى؟ يعني اليوم ما فتحت المحل؟ لا والله ما فتحت المحل، ما كان إلي قلب أتركهم عن جد والله. يلا الله بيعوضني. كرمالي أنا ساعتين ما فيك تتأخر على المحل، بس كرمال أختك بتسكره كل نهار؟ ولقيته؟ والله مش هيك القصة. ليك ما تقلي مش هيك، أنا كل نهار عم جرب أبلع على هالخبرية ما عم تنبلع معي، هيدي ما بتنبلع توني. روقي حياتي روقي، ما تعصبي. ولك أنا عندي زعلك بالدنيا. شو هاي؟ أنا شو عندك؟ ما عم بسمع. أنا مين؟ بالنسبة لك كل الناس أهم مني. لك لا يا أورجا، شو هالحكي هيدا؟ لك أنت أهم شي بحياتي، أنت الرقم واحد عندي. إيه مزبوط مزبوط، هيدا كله حكي على الفاضي توني، هيدا صف حكي، بس بالحقيقة مش هيك، بالفعل منه هيك. إنه هلا هالسارية كلها على شو حياتي؟ كرمال الشقة؟ كرمال الورقة؟ لا مش بس كرمال الورقة، كرمال كل شيء بشكل عام. بس هيدي الورقة بالذات خلتني أفهم كل شيء. طب خلص حياتي روقي روقي، ما تعصبي. خلص بكرة بنروح بنعملها. لو بدها تاخذ كل النهار، لو بدي سكر المحل حتى. شو عم تستلمنا؟ حياتي لا ما عم بستلمك، بس مش انت هذا اللي بدك اياه؟ مش هذا اللي بيريحك؟ مش هذا اللي بيطمن لك بالك؟ بلا. طيب خلص بكره الصبح منفي نلبس ثيابنا ومنروح. يعني ما رح تتهرب مني؟ خلص وعد شرف وحياتك. انه ما رح يجد عليك هيك شيء فجأة وتقلي سوري ما بقى فينا نروح؟ لك اي بطل فيي يروح؟ لو طبقت السما على الارض بكره هيك بدنا نروح، يعني بدنا نروح. تيني موسى فوت اتحمم. تيني موسى فوت اتحمم، وبكره بس تعمل الورقه بعطيك بوستين. الله يجيبك يا بكره، الله يجيبك يا بكره. كيف فيك تكذب هالقد؟ كيف بتحسسني انك بتحبني وانت عم بتخونني؟ يا ابني يا حبيبي خليني انا انام عنده. ماما انت صحتك على قدك، انا عايز ابات عنده النهارده. بس انت ما راح ترتاح بالمستشفى. انت مالك؟ انا حرتاح، خليني انا معاك. نروح ننام في البيت وبكره نيجي بكير، لانه الموردات موجودين بيديروا بالهم عليه. تعالي ماما شكلك مش هتيجي غير بالكوخ، تعالي معي. بدك جيب لك شيء معي؟ ايه بليز، بدي اياكي تمرقي على البيت. هيدا مفتاح البيت. اوكي. فوتي على اوضتي جيبي لي ثياب اعملي معروف. اوكي حبيبي. وانا بدي منك تكوني قويه وتشدي حالك، بكره الحكيم بيجي الصبح بقول لكم شو لازم تعملوا. ما تعتلهم، انا قويه ان شاء الله خير يا حبيبتي. ولو شو ما صار، لو بالليل لو باخر الليل بتحكيني، انا ما راح حتى تليفوني سايلنت. ميرسي يا حبيبتي، عم بعزبك يا لارا، ميرسي كثير.
I love you. I love you too. ايه عني؟ ما بقى في لزوم اتكلف. خلص توني بكره رح يعمل لي الورقه، خليني احط هالألف دولار بجيبتي وقفي لي كل هالخبريه. ايه بس انا ما فيي وقف شي هلا، اصلا تاخرنا والجماعه صاروا هنيك. اوف لحقوا؟ طيب سكري سكري عني، تلفني لهم قولي لهم انه ما بقى بدنا خلص. كيف بدي ادق لهم؟ اذا دقيت لهم ما رح يقبلوا، واذا قبلوا ما رح يردوا المصاري. ليش انت هلا دفعتي لهم المصاري؟ ايه ايه دفعت لهم. اصلا اتفقنا انه الدفع يكون سلف. يا الله يا اني روحتي هلا علي ألف دولار على الفاضي. ومش بس هيك كمان، انه وكمان عم حط خطر علي على الفاضي انه ما يقوم يعرف توني. ايه كنتي لازم تتشاطري قبل وتقنعيه، بس هلا خلص. طيب يعني اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. شو هاي؟ خلص مشي، يلا أمري لالله. يلا باي. يلا باي. زعلانه؟ اه بقيتي متعوده تكذبي عليا كمان صح؟ طب زعلانه؟ ها شو فرقني معك؟ طب بس ليه تكوني اصلا زعلانه؟ انت قلتي لخالي ان انت جايه على المستشفى بس عشان الفحوصات كده وهتمشي. ايه بس طلعوا الفحوصات مش منيح. تعالي نقعد جوا نتكلم. شو؟ بعدك ما طلعت شيء؟ انسى. كل تظبيطاتك راحت على الفاضي. هي انا فهمان غلط، يمكن لقطت الاشاره غلط، ما بعرف. اشاره؟ اشاره شو؟ اشاره سير، صيح من الجهه. يعني نحن عم نعطيها الادويه مثل ما لازم، وعم نعمل كل شيء قالوا عنه الحكيم، بس ما بعرف. ما بعرف ليش هيك رجع صار. بتعرف الموضوع ده مش في ايدك ولا في ايد الدكاتره. احنا بنعمل اللي علينا، بس النهاية ربنا هو اللي بيقرر. ايه بعرف، بس انا على طول عم بقول يعني انه ليش امي؟ انه ليش هي؟ ما انا اصلا ما عندي غيرها. انا مش عارف انت ليه بتزعلي نفسك من دلوقتي، مستني شوفي الدكتور هيقول ايه بكره، يمكن مش محتاجه تزعلي. ايه بعرف، بس انا خايفه. انا كمان خايف على بابا، كان هيضيع مننا. ليش؟ شو ببيك؟ بابا جاله جلطة، لحقنا في آخر دقيقة. وهلأ صار أحسن؟ أحسن، بس خايف إن لو جات له مرة تانية ما يكونش في حد جنبه وجد يروح فيها المرة دي. إن شاء الله خير. إحنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع، بس عمرنا ما اتكلمنا بالتفاصيل. أنا أبويا مات وأنا عندي 17 سنة، ونعيم أجبرني إن أجي على لبنان وأعيش معاه هو وماما. أنت عارفة السن ده بيبقى سن الغلس، بيرفض أي حاجة وكل حاجة، وكان عايزني أسميه بابا وأنا كنت رافض الموضوع. خلوني غار يفلوا هني يفلوا آخر همي الكل
تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل. لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا. لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى. حبك حل عمري وخلى ايامي فراح. تزعل ترضى الدنيا كلها معك انا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا. لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره. وقلبي اللي ما بيعشق نفتكره عاشق اول صار. بسرعة تصيري غيرك غير الناس. فلوا هني فلوا آخر هم الكل. تبقي وحدك انتي بعمري غير الكل. لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا. لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. حبك حل عمري وخلى أيامي فراح. تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا. لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره. وقلبي اللي ما بيعشق نفتكراش اول صار. تزعل ترضى الدنيا كلها معك انا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا. لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره. وقلبي اللي ما بيعشق نفتكره عاشق اول صار.